بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثانية ضمن مساق عملي الأنسجة الطبية. في هذه المحاضرة راح نتكلم عن different types of connective tissues under the microscope. زي ما أخذنا في المحاضرة النظرية، we have three categories of connective tissue types. We have embryonic connective tissue, which includes embryonic mesenchyme and mucous connective tissue. Connective tissue proper, which includes loose connective tissue and dense connective tissue بأنواعه, dense regular and dense irregular connective tissues. And we have finally specialized connective tissue, which include reticular connective tissue, adipose tissue, cartilage, bone and blood. في هذه المحاضرة راح نتكلم عن الـ 3 types of connective tissues باستثناء الكارتليج والبون والبلد، لأنه راح نفرد لهم محاضرة مستقلة إن شاء الله. أولاً embryonic connective tissue، عندنا هذه الشريحة عبارة عن mesenchymal connective tissue. mesenchymal connective tissue بيتميز بإيش؟ بوجود mesenchymal cells، هذه النيوكليي belonging to mesenchymal cells, undifferentiated mesenchymal cells. زي ما أخذنا في النظر هي إلها cytoplasmic processes وإلها euchromatic vesicular nucleus زي ما إحنا شايفين، وفيها few في mesenchymal connective tissue، في عندي few collagen fibers، وكل الأبيض هذا عبارة عن ground substance containing mainly hyaluronic acid، وهذه عبارة عن blood vessels موجودة في الامبريونيك ميزينكايم. الشريحة الثانية هذه mucous connective tissue stained with H&E. mucous connective tissue أشهر مثال إله اللي هو الامبليكال كورد، الوارتونز جيلي of the umbilical cord. ممكن أيضا نشوفه في pulp cavity of young teeth، وبنشوف كمان نسيج مشابه إله في الفيتريس humor of the eye. لو جينا شفنا هنا ماخدين احنا من الامبليكال كورد، وهذا واحد من الامبليكال فيسلز، واللي حواليه هذا كله عبارة عن mucous connective tissue. mucous connective tissue يتميز بعدد قليل من الفايبروبلاست والكولاجين فايبرز، واغلب الشريحة بتكون عبارة عن ground substance containing hyaluronic acid or rich in hyaluronic acid. جينا كبرنا الشريحة أكثر، لما نحكي 10x يعني نتكلم عن Objective Lens اللي هي 10x، و40x يعني مستخدمين Objective Lens 40 اللي هي High Power Lens. عندي هنا النيوكلياي واضحة of cells، وهذه الفايبرز اللي لونها pink هذه عبارة عن Collagen Fibers، وكل المناطق اللي باللون الأبيض هنا عبارة عن Ground Substance Containing Hyaluronic Acid. برضو جبنا شريحة للميوكس كونكتيف تيشو، باين عندي هنا السيلز الفايبروبلاست موجودة، وفي عندي هنا الكولاجين فايبرز، فيو كولاجين فايبرز، وباقي الشريحة كلها عبارة عن ground substance containing hyaluronic acid. طيب نروح الآن على أنواع الكونكتيف تيشو proper. عندنا لوز كونكتيف تيشو stained with elastin stain. وضع عندي إنه loose connective tissue في الثلاثة components of the tissues، في cells والfibers والground substance تقريبا بنسب متساوية أو متقاربة، يعني 30% من tissue cells، 30% fibers، 30% ground substance. من أنواع الفايبرز الموجودة، الفايبرز اللي لونها pink سميكة شوية وطويلة، هذه عبارة عن collagen fibers زي هذا مثلا، عبارة عن collagen fibers، وعندنا فايبرز لونها بيربل وهي رفيعة وطويلة وفيها شوية برانشينج، هذه هي إلاستيك فايبرز، احنا مستخدمين إلاستين ستين to view this type of fibers. والريتيكولار فايبرز because they are very short وthin fibers وبتنصبش بالإلاستين ستين، مش ظاهرة في هذه الشريحة. في عندي هنا نيوكلياي belonging to different connective tissue cells especially fibroblasts، لكن ممكن يكون معها macrophages، ممكن يكون معها mast cells، يكون معها adipocytes. والمناطق الفراغات بين الفايبرز والسيلز هذه عبارة عن ground substance، فيها glycoproteins وproteoglycans containing glycosaminoglycans.
هذه نفس الشريحة لوز كونكتيف تيشو بس على 40 اكس مصبوغة بالإيلاستين. هذه فيك بينك فايبرز، هذه الكولاجين فايبرز، والرفيعة هذه عبارة عن إيلاستيك فايبرز موجودة، والنيوكلياي belonging to different types of cells اللي شوية بنلاقيها oval nuclei، هذه غالبا fibroblast موجودة في السلايد. ممكن أشوف macrophages و mast cells وما إلى ذلك من الأنواع الأخرى من connective tissue cells. الآن نروح على dense connective tissue. في عندي أنا dense irregular و dense regular. dense irregular في هذه الشريحة stained with H and E، بشوف هنا كل هدول اللي لونهم pink عبارة عن collagen fibers. بعض الكولاجين fibers بشوفها قصيرة زي هذه مثلا لأنها transversely cut، بعضها أطول شوية بعضها طويل شوية. معنى الكلام إنه الكولاجين fibers موجودة في هذه الشريحة and run in every direction، يعني بعضها vertical بعضها longitudinal بعضها transverse بعضها oblique. لما اجي اخذ tissue section تظهر الفايبرز باطوال مختلفة. طبعا موجود in between the connective tissue fibers في عندي هنا النيوكلياي of fibroblasts و fibrocytes and other connective tissue cells، وفي عندي هنا كمان blood capillaries موجودة في هذه الشريحة. طبعا الدنس irregular connective tissue بيكون موجود جنبا الى جنب مع اللوز كونكتيف تيشو، واللوز كونكتيف تيشو بيكون موجود في اللامينا بروبريا بنيث ذا ابيثيليا ات موست سايتس، تحت الابيثيليوم اوف ذا دايجستيف تراكت بنسميه لامينا بروبريا، اوف ذا ريسبيراتوري تراكت، جينيتو يورينري تراكت، وجنبا الى جنب مع الدنس الريجولار كونكتيف تيشو. كمان موجود في السكن دنس الريجولار كونكتيف تيشو، هذه شريحة على 40 اكس تكبير تبعها، ماخذينها من النيبل، شايفين هنا في الديرمس اوف ذا سكن اوف ذا نيبل في عندي الكولاجين فايبرز هيهم اللونهم بينك، بعضهم طويل بعضهم قصير، وهذا يدل على انه هذه الكولاجين فايبرز موجودة في عدة اتجاهات. بشوف في منتصف الشريحة وهذا ملفت انه في عندي هنا ابيثيليوم، لو رسمت البيزمنت ممبرين تبعه بشوف تو layers of nuclei، والsuperficial layer المطلة على اليومن عبارة عن oval and basal nuclei. إذا هذا stratified columnar epithelium، وهذه هي lactiferous ducts of mammary glands. طيب dense regular connective tissue، بأجي أطلع على تكبير صغير على 10x، بشوف في عندي الكولاجين fibers wavy بهذا الشكل، wavy يعني زي هيك، والتموج تبعها بكون على مسافات متباعدة وبينها خطوط لونها violet، هذه flattened nuclei of fibrocytes، وكون الموست كومون سايت اوف دنس ريجولار كونكتيف تيشو هي الليجامنتس والتندونز والابونيوروزيس، بتكون الفايبرو سايتس مضغوطة ان بتوين ذا كولاجين فايبرز، بكون لها flat nuclei and little amount of cytoplasm. جينا شفنا شريحة تانية للدنس ريجولار كونكتيف تيشو عند 10x برضو، هي الكولاجين فايبرز longitudinal collagen fibers، وفي عندي هنا النيوكلياي of fibrocytes موجودة in between the collagen fibers. طبعا يتميز الدنس regular connective tissue because of the large number of collagen fibers and bundles، بيبطل في مسافات، فتلاقي انه poorly vascularized يعني contain very little amount of blood vessels. وبعض الكتب بتحكي انه حتى الدنس regular connective tissue is a vascular type of connective tissue. كبرنا الشريحة الأولى على 40x، شفنا هاي ال wavy appearance of collagen fibers، شايفين ال waves متباعدة، وهذه الخطوط الموجودة in between the fibers هذه عبارة عن nuclei of fibrocytes اللي هي ال inactive form of fibroblast أو اللي بنسميها quiescent fibroblast. هنا استخدمنا special stain to stain dense regular connective tissue، واضحة عندي الكولاجين fibers باللون الأصفر والnuclei of fibrocytes باللون البني أو الداكن عند 10x، وكبرنا الشريحة لقينا برضو هاي الكولاجين fibers في هذه الشريحة تقريبا oblique orientation إلها، وهذه هي النيوكلياي of fibrocytes. ايضا استخدمنا special stain to view collagen fibers، احنا بنعرف انه الكولاجين fibers stain blue with trichrome stain مثلا او مالوري trichrome stain،
اخذنا هذه الشريحه من الاوسوفيجاس، لقينا عندي كل المناطق اللي فيها كولاجين فايبرز، في اللامينا بروبريا، في الصب ميوكوزا، في الادفنتيشيا، حتى في الماسكولاريس، كل المناطق هذه تحتوي على كولاجين فايبرز مصبوغه باللون البلو. الالاستيك كونكتيف تيشو بيعتبر نوع من انواع الدنس ريجولار كونكتيف تيشو. الالاستيك كونكتيف تيشو بنلاقيه موجود في بعض انواع الليجامنت زي الليجامنتم نوكي اوف ذا سيرفايكال سباينز. الالاستيك كونكتيف تيشو يتميز برضه، بشوف الالاستيك كونكتيف تيشو في الوول اوف لارج ارتريز. تتميز الالاستيك فايبرز بانه بتكون لها ريبون كاندي ابييرنس، يعني لها تموجات قصيره بهذا الشكل ريبون كاندي ابييرنس. طبعا انا في هذه الشريحه مش قادر كثير اميز الكولاجين فايبرز، الالاستيك فايبرز. كبرنا السلايد، شفنا شايفين هدول الفايبرز، هذه هي الالاستيك فايبرز، هي موجوده. طبعا هذه الشريحة مأخوذة من الأورطة، وبالتالي النيوكلياي الموجودة هنا belonging mainly to smooth muscle cells، وهي المسؤولة عن تكوين الإلاستيك فايبرز في الوولز of large arteries. كل هذه طبعا عشان نميز الإلاستيك فايبرز من الكولاجين فايبرز، قلنا الاثنين عاملين تموجات، لكن تموجات الكولاجين فايبرز بتكون ويفي بهذا الشكل وبعيد عن بعض، بينما تموجات الالاستيك فايبرز بتكون قصيره وعامله ريبون كاندي ابييرنس. استخدمنا سبيشال ستين تو فيو الاستيك فايبرز ان الاستيك كونكتيف تيشو، شايفين الشريحه ما احلاها. الالاستيك فايبرز لونها دارك بيربل بالاورسين ستين. كبرنا اكثر، شايفين كل هذا الفايبرز اللي لها ريبون كاندي ابييرنس وستين دارك بيربل وذ اورسين ستين، هي الإلاستيك فايبرز من الوول اوف ذا أورطة. طيب نروح الآن على السبيشاليز كونكتيف تيشو اللي راح نحكي عنه في هذا المحاضرة، هما الأديبوز تيشو والريتيكولار تيشو. نبدأ بالريتيكولار كونكتيف تيشو على لو باور ستيند وذ سيلفر ستين، كل الخطوط السوداء الرفيعة المتشابكة مع بعضها العاملة نتوركس. هذه عبارة عن reticular fibers. كبرنا أكثر، شايفين هذه الخطوط الرفيعة المتشابكة مع بعضها البعض، هذه عبارة عن reticular fibers في reticular connective tissue. وين موجودة reticular fibers؟ موجود في cellular organs زي الليفر، موجود والإندوكراين glands، موجود في الهيماتوبويتيك and lymphoid organs زي البون مارو، spleen and lymph nodes. هي عندي هنا برضو استخدمنا another special stain to view reticular connective tissue اسمها reticulin stain. هذه الريتيكولين stain تصبغ الريتيكولار فايبر زي ما احنا شايفين بالدارك بلو او دارك بيربل كلر بهذا الشكل. السيلفر stain تظهرهم باللون الاسود، هذا الريتيكولين دارك بيربل اللي هي reticular fibers، وهذه سلايد مأخوذة من الليمف نود. طيب نروح على الأديبوز تيشو. We have two types of adipose tissue: white أو unilocular adipose tissue وbrown أو multilocular adipose tissue. نيجي نشوف الأديبوسايتس. في الوايت أديبوز تيشو بتكون بهذا الشكل polyhedral، وأغلب السيل فاضية. طالما فاضية إذا هان في عندي large single lipid droplet ذابت باستخدام الأورجانيك سولفنت وتركت مكانها فراغ كبير. هذه هي الوايت أديبوز تيشو تحت اللايت مايكروسكوب. كبرنا أكثر بالهاي باور، شايفين كل هذه عبارة عن وايت أديبوسايتس، والنيوكليس تبعتها بتكون at one pool، هي موجودة في هذا المكان، تعطيني سيجنت رينج أبييرنس. السيلز لأنها compact أو closely packed to each other بلاقيها polyhedral in shape. استخدمنا special stain to view white adipose tissue باستخدام stain اسمها Sudan Orange، بتصبغ الليبيد الموجود جوا الأديبوسايتس باللون الأورنج. شايفين هنا هدول الصغار، هذه عبارة عن unilocular adipocytes موجودة هنا ومصبوغة. كبرنا شوية، شايفين الخطوط اللي لونها أسود هنا، هذه الخطوط هذه حدود الأديبوسايتس لو استخدمنا لون آخر. هذه
هاي عندي هنا هذه حدود الأديبوسايت الوايت أديبوسايت، هنا نفس الشغلة، هنا نفس الشغلة، والليبيد كونتنت مصبوغ بالسودانستين معطيني لون أورانج. هاي برضو صورة أحلى فيها الوايت أديبوسايتس متباعدة وأيسوليتد، وهنا بتكون شكل الخلية مش بوليهيدرا، بتكون سفيريكال أو أوفال إن شيب، والليبيد كونتنت مصبوغ بالسودان ستين. استخدمنا another special stain to stain white adipose tissue باستخدام الأوزميك أسيد أو الأوزميوم تيتروكسايد، الليبيد كونتنت مصبوغ باللون الأسود. إذن هذه الستين صبغت الليبيد دروبليت السنجل لارج ليبيد دروبليت باللون الأسود زي ما احنا شايفين في هذه الصورة. آخر شغلة رح نتكلم عنها اليوم هي الكونكتيف تيشو سيلز، جايبين شريحة بالترانسميشن إلكترون مايكروغراف للفايبروبلاست which is the most common connective tissue cell. هذه هي الفايبروبلاست. طبعا في هذه الشريحة أنا شايف عندي هنا الأكتيف يوكروماتيك نيوكليوس، وشايف في عندي البارالل سيسترني أوف راف إندوبلازميك ريتيكولم، كل الخطوط المتوازية اللي عليها نقاط هذه عبارة عن راف إندوبلازميك ريتيكولم. وضع عندي هنا في طرف الصورة هدول البارالل فايبرلز عبارة عن كولاجين فايبرلز أو كولاجين فايبرز. شريحة للماكروفيج برضو بالترانسميشن إلكترون مايكرو سكوب، وضع عندي هنا اللارج أوفل برضو يوكروماتيك نيوكليوس، فيها ميتوكوندريا، فيها فاكيولز كتير، فيها irregularities في السيرفس. هاي في عندي هنا مجموعة من الريزيديوال بوديز اللي هي عبارة عن لايسوسومز engaged in hydrolytic action ما قدرتش تتخلص من الكونتنس. في صورة تانية رائعة للماكروفيج وهي عاملة engulfment لريد بلاد سيل، هاي الريد بلاد سيل، وهي الماكروفيج وهي عاملة لسه عمالها بتعمل phagocytosis للريد بلاد سيل عشان تكسرها جوا اللايسوسومال اكشن تبعها. الماست سيل على 100x stained with توليدين بلو، هاي الماست سيل، وضع عندي هنا الجرانيولز معطياني ريد تو بيربل كلر، هنا هاي النيوكليوس وهي الجرانيولز المختلفة الموجودة داخل الماست سيلز وخاصية الميتاكروميزيا. آخر شريحة عندي اللي هي الترانسميشن إلكترون مايكروسكوب فور ماست سيل، وضع عندي هنا برضو يوكروماتيك نيوكليوس لأن هذه الخلية بتصنع الإنفلاماتوري ميدياتورز المختلفة، وضع عندي الأباندنت هيتروجينس جرانيولز، قلنا هيتروجينس لأنها غير متماثلة لا في الحجم ولا حتى في الكونتنس، لأنه بنلاقي الستيننج بروبرتيز بتختلف من جرانيول لأخرى في هذه الماست سيل. وعرفنا دور الماست سيل في الألرجي والكونتنس اللي بتعملها ريليز الهيستامين والهيبارين which mediate the different manifestations of allergy. أعزائي الطلبة إلى هنا تنتهي هذه المحاضرة الخاصة بمعمل الأنسجة. نعلنا فيها الحديث عن الـ different types of connective tissues والـ characteristic features ومجموعة من الـ special stains، وفي الآخر ختمناها بالـ connective tissue cells. شفنا electron microscopic pictures. أتمنى تكون المحاضرة كانت مفيدة. كونوا بخير إلى أن ألقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.